السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة على كازاكو.كوم. غنشوف الحصة ديال اليوم تتم لدرس الدواء اللوغاريتمية. غنشوف جوج الحوايج. أولا، بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تفاديها في درس الدواء اللوغاريتمية. غندير واحد التمرين تطبيقي اللي غنذكرو به وندير به خلاصة لهذا الدرس هذا. على بركة الله، كأخطاء شائعة، الخطأ الأول، الخطأ رقم واحد اللي كيطيحو فيه الدراري، هو أن كينساو بأن إلين دالة إلين، يعني هادي شي دالة إف لي إكس كتساوي إلين دي إكس، فكينساو بأن إكس ينتمي إلى إر نجمة زائد. الخطأ اللي كيديرو الدراري هما أنهم كيعتبرو بأن إكس ينتمي إلى إر، هذا راه خطأ. الخطأ الثاني هو أن التلاميذ القاعدة اللي عندنا كتقول أن إلين ديال إكس في إكراك كتساوي إلين ديال إكس زائد إلين ديال إكراك، كاين بعض التلاميذ اللي كينساو كيعتبر بأن إلين ديال إكس زائد إكراك وكيقسمها، كيقولك يا إلين ديال إكس زائد إلين ديال إكراك، أولا كيدير إلين ديال إكس زائد إكراك كيكتبلك هو إلين ديال إكس في إلين ديال إكراك، هادو كاملين غالطين. إلين كتحول الجداء إلى مجموع ماشي العكس، العكس خطأ، العكس يعني هنا يعني تحول المجموع تردو لك الجداء، هذا ما كايناش، هذا خطأ الثاني. الخطأ الثالث وهو في ناقص، إلا عندي إلين ديال إكس ناقص إكراك، أو لا قاعدة كتقول أن إلين ديال إكس على إكراك كتساوي ليا هي إلين ديال إكس ناقص إلين ديال إكراك. التلاميذ كينسا كما في الزائد كيدير حتى في الناقص، كيقولك أن إلين ديال إكس ناقص إكراك يقسمها، كيقولك هي إلين ديال إكس ناقص إلين ديال إكراك، أو لا كيبغي يطلع مطور كيقولك إلين ديال إكس ناقص إكراك كتساوي هي إلين ديال إكس على إلين ديال إكراك، هذا خطأ، يعني أن كتحول الخارج إلى طرح أو إلى فرق، العكس لا. المثال الرابع والاخير اللي يعني نكتفي به، هو ان ملي كيجي التلميذ كيكون عنده الين ديال اكس كيساوي واحد، اوتوماتيكمون كيجي هو كيقول لك اكس، نكتبها باللون الاحمر باش يبان لكم، كيقول لك اكس تساوي صفر. منين جبتيها هو في الراس ديالو الين ديال واحد كتساوي صفر، وكينسى وكيحسب لي بان تا الين ديال صفر كتساوي واحد، بينما الين ديال صفر ما كايناش. اللي كاين وهو ان الا كان الين ديال اكس كيساوي واحد فان اكس كيساوي العدد النبيري. هاد ربعه الاخطاء كيبان لكم بساط، ولكن راه كيتكرروا بزاف التمارين عندنا. نديرو التطبيق ويبان لكم هادشي. ناخذ مثلا كيقول لك حل في ار المعادله، عندي الين ديال اكس ناقص 4 زائد الين ديال اكس ناقص 2 كتساوي الين ديال 3. الشرط الاول هو اني تحديد مجال تعريف المعادله، لان في الالين عندي واحد الشرط، الشرط كيقول لي بان الين معرفة إذا كان إكس أكبر من صفر، يعني أن ملي كنقول إكس يعني أن داخل الإلين خص يكون ينتمي إلى إر نجمة زائد. نعتبر مثلا واحد إس هي مجموعة الحلول، عندنا واحد الشرط، إذا كان عندي واحد العدد ينتمي إلى إس فبالضرورة خاص إكس ناقص 4 تكون أكبر قطعا من صفر، و إكس ناقص 2 تكون أكبر قطعا من صفر، يعني خاص كل شيء داخل إلين يكون أكبر قطعا من صفر. يعني ماذا؟ يعني أن إكس أكبر من 4 و إكس أكبر قطعا من 2، يعني أن إكس أكبر قطعا من 2، وبالتالي فإن مجموعة الحلول ضمن
المجال 2 زائد ما لا نهاية. هذا هو الشرط الأول. اش كنقول لكم هنا؟ أن ملي كتكون دالة x لا ينتمي إلى R، بل ينتمي إلى R نجمة إطوال، R نجمة عفوا زائد. هادشي علاش أنا أول حاجة خصني نحدد المجال اللي كتبع ليه مجموعة المجال اللي كيتضمن مجموعة الحلول ديالي. وديك الساعة نحل المعادلة. المعادلة عندي ln ديال x ناقص 4 زائد ln ديال x ناقص 2 كتساوي ln ديال 3. هاد الخطأ الأول أن هنا كيقسمها، كيقول لك يا ln ديال x ناقص ln ديال 4 كما هنا كيقول لك ln ديال x ناقص y هي ln ديال x ناقص ln ديال 4. هذا خطأ. القاعدة اللي عندي أن ln زائد ln كما هنايا، عندي ln زائد ln هي ln ديال الجذع ديال العددين اللي في الداخل. يعني نكتب هي ln ديال x ناقص 4 عامل لي x ناقص 2، هادشي كامل كيساوي هي ln ديال 3. دابا نقدر نحيد ln، غتبقى لي معادلة، غتجيني x 2 ناقص 4x ناقص 2x زائد 8 كتساوي 3. طبعا هادشي كتعرفو تحسبو نتوما، راه ما نعطل ما غنطولش فيه، نتوما هادشي كتعرفو ليه تبارك الله. عندي تبقى لي x 2 ناقص 6x زائد 5 كتساوي 0، لأن 3 غنجيبها لهنا تولي ناقص 3. جينا حسبنا دلتا بي أس 2 ناقص 4 أسي في الوسخ ديالي باش ما نتلفش، غندير أ و بي أس شنا هما. أ هو اللي مضروب في إكس أس 2 هو 1، بي هو اللي مضروب في إكس يعني ناقص 6، و سي هو العدد اللي بقى لي هنا اللي هو 5. إذا إلا حسبنا دلتا شحال يعطيني؟ بي أس 2 هي ناقص 6 أس 2 ناقص 4، أ هو 1، سي هو 5. ناقص 6 أس 2 36، 4 في 1 في 5 هي 20، غتعطيني 16. إذا المعادلة تقبل حلين. الحل الأول x1 هو ناقص b ناقص جذر دلتا على 2a، والحل الثاني x2 هو ناقص b زائد جذر دلتا على 2a. ناقص b هو 6، جذر دلتا هو جذر 16 اللي هو 4 على 2a، a هي 1، إذا 2a هي 2، وبالتالي 6 ناقص 4 هي 2، 2 على 2 كتعطيني 1. هادشي اللي لقيتو في سانكيام، هنا رانا كنمر عليه مرور الكرام لأنه ماشي شي حاجة، الهدف هو داكشي اللي باقي ليا من بعد 5. إذا عندي جوج حلول، أنا حليت المعادلة، تالت شيء هو التأكد من أن الحلول x1 و x2 ينتميان إلى المجال اللي كيتضمن لي اس، يعني جوج زائد ما لا نهاية. خصني نتأكد من أن هادو كينتميو لهذا المجال هذا. انطلاقا من المعطيات أو من الحل اللي خرج، واش واحد ينتمي إلى هذا المجال؟ لا. واش خمسة ينتمي إلى المجال؟ اثنان زائد ما لا نهاية؟ نعم. وبالتالي فإن S مجموعة الحلول هي العدد 5. بان لكم؟ كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحصة ديال اليوم، وعرفتوا بعض الأخطاء الشائعة اللي كنتمنى أنكم تجاوزوها في الفروض ديالكم إن شاء الله في الامتحان الوطني، وشفتوا التمرين التطبيقي لحل المعادلة اللي كيكون فيها الدالة ln. كان معكم رضوان.